كمان السؤال اللي كل الناس بتسأله، الأصلح للزمالك مصري ولا أجنبي؟ أجنبي طبعا طبعا في شك. طبعا، ومعتمد طبعا جه في ظروف صعبة جدا واختيار موفق جدا من الإدارة، لأن معتمد من نوعيات اللي عنده خبرات كبيرة جدا ومتزن نفسيا وعصبيا، ودي نقطة مهمة جدا ان انت تدير مباراة تحت ضغوط، مباراة بيراميدز بالنسبة له، ويبقى في الهدوء دوت وفي التركيز ده، والماتش يطلع بالمستوى الفني المتميز في غيابات كبيرة جدا بالنسبة للفرقة. انت قلت أجنبي، انا جاي لك في الكلام. انما الامور ما تستمرش فترة طويلة، لان الضغوطات اللي بيدير زمالك بيدير اهلي، الضغوطات بتبقى عالية جدا يا سيف على اي مدير فني، وهو بداياته كمدير فني، هو مسكش مدير فني قبل كده، هو اسيستنت مساعد كابتن شوقي منتخبات فترة كبيرة جدا، اكتسب خبرات من مدربين كتير، انما الخطوة هتبقى بدري ان هو يمسك يدير الفترة دي. هو القرار اللي خده مجلس الادارة ان هو يدي لنفسه نفس ووقت ان هو يجيب مدير فني يقدر يساعده معتمد على اعلى مستوى. كابتن أسامة نبيه في ايقاف الثلاث لعيبة صرح تصريح مهم، وقال انا عندي من الشجاعة ان انا اقول بعد ايقاف الثلاث لعيبة في اثنين لعيبة تانيين او ثلاث لعيبة تانيين موجودين في الفريق. أسامة؟ ممكن ممكن يكون كلامه صح مليون في المية. انت اكتر واحد عارف الكواليس، يعني انت لو قلت ممكن يبقى ممكن. ممكن يبقى فيه. انما القرار اللي اتاخد قرار موفق جدا. انا معاه بنسبة 90%. هتقولي طب وال 10%؟ ال 10% كان الايقاف لحين التحقيق، وبعد التحقيق نتيجته ان ايقاف شهر مع استمرارهم في الملعب. القرار الاولاني طلع ايه؟ عرض للبيع. يعني هو الترتيبه بس ايه كانت لازم تتظبط بدون الدخول في تفاصيل، واعتقد ان انت من الناس اللي عندها الشجاعه تقول او ترد في السؤال ده، وحضرتك موجود شفت مواقف زي كده قبل كده بدون ما انا اخش في تفاصيل او لا؟ قليل جدا جدا جدا. شفت يعني جدا، وكان في عقوبات